مشاكلكم وكنفكوها عليكم. كاين الحل على أصوات. طبعا بعد ما كانت يعني تصبر هذيك الزوجة أو المطلقة في المسطرة اللي فاتحين كطوال وكتعاني باش يمكن لها تثبت، حيت ماشي سهل تثبت الاجر ديال الزوج، خاصه ملي تيكون الزوج ما عندوش يعني داك الشهامه، ما عندوش داك الوعي الاحساس بالمسؤوليه، لان هذيك راه كانت مرتو داك الوليدات راه ولادو خصو ينفخ عليهم وخصو يقول الحقيقه شنو عنده باش يمكن له يصرف عليهم على حسب المستوى ديالو. تيبداو يقللوا من الاجر ديالهم او لا كيجيبوا فقط الاجر الجزئي من الحقيقه بالمقارنه مع الحقيقه. إذن كتقاوم وكتفرح ملي كيصدر حكم، ولكن للاسف حتى ملي كيصدر حكم وكيصبح داك الحكم نهائي كتلقى صعوبات في بعض الاحيان باش تنفذ على داك الزوج او داك الطليق النفقه. وفي هذه الحاله من ضمن الاسباب هما اولا تيكون مشكل ديال العنوان، ما لقيناش هاد السيده اللي طلق، ما لقيناش، ما بقاش ديك الدار، إذن تيصعب علينا نوضعوا يدينا عليه ونفذوا عليه. وهو المفوض القضائي او العون القضائي ملي كيبلغوا الحكم تيعطيه واحد الاجل باش يجي ينفذ عليه النفقه. الا ما وفاش بداك الوعد ديالو بانه يؤدي في واحد التاريخ معين، تتشوف الزوجه واش كاين ما يحجز. اذا كاين ما يحجز يمكننا نبيعوا له داك الشيء المنقولات اللي عنده أو العقار اللي عنده باش يمكن لها تخلص النفقة. ولكن ملي كتكون النفقة كتعلق ب 5000 درهم، 2000 درهم، 3000 درهم، 20000 درهم اللي كتجمع بزاف، 30000 درهم، 100000 درهم، في بعض الأحيان استثنائيا جدا كتوصل 100000 درهم، يعني الملفات الاستثنائية اللي كتكون مهمة، أما الملفات الأغلبية ديالها كتكون النفقة 500 درهم للطفل، 1000 درهم للطفل، 1500 درهم للطفل، هذا الكم عليهش كنهضر. إذن تيصعب أننا نبيعوا عقار باش نتخلصوا في 2000 درهم ديال النفقة اللي تجمعات على مثلا عام هي 20000 درهم. إذن كيلتجؤوا ملي ما تيكونش كيكون المقاومة ديال هذاك الطليق، كيدير العون القضائي، المفوض القضائي كيدير محضر ديال الرفض. بأنه عطيتك واحد الإعذار وقلت لك في الأجل في الفلاني غادي نجي ناخذ شيك، ما عطيتيني شيك، كندير الرفض، كندير الامتناع، هذا السيد ما بغاش ينفذ. إذن ملي ما تينفذش كيصبح معرض للمتابعة في إطار إهمال الأسرة، جنحة إهمال الأسرة اللي كيعاقب عليها القانون بالسجن، ماشي في المرة الأولى في المتابعة الأولى في الحكم الأول، ولكن الحكم الثاني ممكن نمشيو للسجن النافذ. شحال كيوصل دكتور؟ اللي هي حيت ما تنسايش فوزية بأن احنا دابا هنا مقابل يعني أسرة. ها؟ والمعول ديال الأسرة هو هذا الأب اللي طلق. إذن القاضي تيتحرى بزاف وتيتريت بزاف، ولا النيابة العامة هي في المتابعة قبل ما تكون المتابعة قبل ما يكون الاعتقال، لأنه شحال من واحد تيكون هارب كاع من النفقة وتيلقيو عليه القبض، تيكون مذكرة بحثنا ملي كنديرو باش نكمل ملي كنديرو الشكاية، الوكيل المالك ديال المتابعة ديال تهمة الإهمال الأسرة ملي كيستدعيوه وما كيجيش تيمكن دار مذكرة بحث عليه وكيرجع مبحوث عنه. إذن فيما لقاوه الشرطة، عناصر الشرطة تيمكن يلقيو عليه القبض ويحضروه لعند نائب وكيل الملك أو وكيل الملك، النيابة العامة اللي متكلفة بهذا الملف، طبعا الاختصاص الجغرافي كنتكلم، وتيشوف حتى بما أننا مع في الأسرة، إذن داك النائب وكيل الملك مثلا أو وكيل الملك تعطيه أجل، تيقول له أنا بغيت نخلص ولكن عندي مشاكل والآخر، تيقول له أنا نعطيك واحد 15 يوم أو 10 أيام. ملي كيشوف بان السيد حسن اليوم ممكن يخلص، علاش؟ لان خصو يوصل النتيجه، خصو يتخلص، خصنا فقط تخلص، هذا هو اللي كنقلبوا عليه. نعم، وليس السجن، ماشي السجن ديالو هو المهم. اذا تعطي ذاك المهله ولا ما جاش راه تيلقيو عليه القبض من بعد الى لقاوه، اذا كيكون ديك الساعات المحاكمه ديالو الا ما خلصش. اذا الاسباب ديال هذا الشيء كله هو انه ما كنديروش في النهار الاول المسطره ديال الاقتطاع في المنبع. حيت نقول دائما ملي كيكون الانسان تيقطع تيشتغل في القطاع الخاص او في وظيفه العموميه او في عمل قار وعنده دخل وعنده حساب بنكي وعنده تحويل من المشغل ديالو لحساب بنكي، ندير اقتطاع في المصدر في المنبع وكتبقى هذيك الطريقه كيدوز لها الفلوس ديالها شهريا اللي حكمت بها المحكمه.